تعرفين إيش أنواع الإبر وإيش الأسهل في الاستخدام؟ دائماً أنا أنصح أي شخص يبدأ يتعلم يدرب كروشيه إنه يبدأ بسنارة أكبر وخيط أكبر، تكون الغرز واضحة، يكون سهل في الاستخدام، ما يصعب نفسه في الخيوط النحيفة أو مرة دقيقة، عشان حيحس بصعوبة جداً ويبدأ يمل من أول مرة. فدائماً الخيوط الكبيرة تدي إنجاز بسرعة، يعني تقدر تعمل دمية في أسرع وقت، وحتنبسط بالإنجاز اللي أنت تشوفيه.